هلا شباب الجزء الثالث من المحاضرة اللي بدنا ناخذ RDF stores، يعني بدنا ناخذ solutions للمشاكل تبع انه كيف نعمل كويري للداتابيس للRDF لجراف في مخزن في كلب داتابيس، كيف نعمل له كويري عشان اذا لما نيجي نعمل له هلا جربتوا انتوا تعملوا كويريز. لاحظ تخيلوا عشان اوريكم كمان صوره اكثر، قلنا لو عندنا تيبل في 100 تريبل، شو يعني 100 تريبل؟ يعني 100 ريكورد، وانا بدي اعمل كويري فيها 5 جونز، كويري فيها 5 جونز، يعني بدي اشوف اعطيني ال مثلا الكتاب اللي المؤلف تبعه كتب كتاب ثاني وبتاع الكتاب الثاني محمد بتاع الكتاب الثاني الببلشر تبعه موجود في بلد، هاي البلد في بكلبها مدينة اسمها رام الله، هد ترجم هاي مزبوط ولا لا؟ هلا نفترض انه عنده بس 100 كذلك. هلا احنا مثلا عندنا 5 جونز، 5 جونز يعني كويري فيها 6 باث يعني 5 جونز، كم عدد التيبل النهائي بصير؟ 100 ضرب 100 ضرب 100 ها 10000 ضرب 100 مليون 10000 4 اصفار وال100 صفرين مليون ضرب 100 ضرب 100 10 مليار. افترض انه ارقامكم صحيحه، اذا وكانه يعني خلينا اقول لكم صعوبه الكويري عشان اعمل بار لتيبل في 100 ريكورد بس في جون طويل، وكأني بعمل كويري فيها 100 مليار او مليار. هلا هي الورست كيس، على فكره احنا دائما لما نحكي على الكومبلكسيتي بنحكي على الورست كيس. شفت المشكله؟ وين هلا بنشوف حدا بيجي يقول بدي اعمل اندكس كذا واندكس كذا واندكس كذا شو عن جد الافكار؟ وين في حدا ثاني يجي يقول لي وعلى فكره يعني كمان يعني مشكله ثانيه يمكن حط عنها احمد، انه انا عندي سترينجز. ايش سترينج يعني؟ يعني انا عندي يو ار اي طوله بعرفش قديش كاركتر لما يبقى كذا 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 كذا، نفترض انه مثلا 500 كاركتر الى اللي هو 1000 كاركتر اللي هو ايش؟ اللينك اليو ار اي تبع كل نوت. فانا لما باجي بعمل فلترز بالوير ماجي بكون مش بس الجوين بتصير سعري كمان الماج بده كاركتر كاركتر جوا الكمبيوتر كاركتر كاركتر بلف عليه صح ولا لا؟ اذا هاي المشكله شفتوها؟ اذا وير داز ذا كومبلكسيتي اوف كويري جراف شيب داتا ستور ان ا ريليشنال تيبل لاين وير في الجوينتس مش السايز اوف التيبل، السايز اوف التيبل مين؟ صغير بس الجوينز اللي مصير. The complexity of querying graph data lies on many self joins that are to be performed on the table. هلا هذا اذا بار، واذا جربته في الكويري بالجزء الاول من المحاضره كان في شيء اسمه سمينا ستار كويري، لانه انت مرات في مالتيبل بروبرتيز، يعني اعطيني اسم الشخص اللي انولد في مدينه والمدينه هاي موجوده هناك وهذيك كذا، فانت اسم الشخص زائد، يعني في الجراف يعني بكون عندك اعطيني اسم الاسم هاي النود نيم هاي النود بالوير اللي كذا 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 كذا، الوير جاي هون جا
جون زيادهم بس انت اللي بدك هاي هاي مرات اعطيهم اسم الشخص والايميل والديوان بيشتغل للناس اللي كذا 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 كذا. فهذول كلهم اللي بنسميهم مالتي بروكس، انت بتاخذ تدور على موج وبدك عنها اكثر من معلومه. بس وبعدين تعمل كويري على باث اكسبريشن. باث اكسبريشن مر عليكم هاي الكلمه؟ لا مر عليكم. شو الفرق بين الاكس على فكره؟ وين؟ قبل ما نحكي شو الفرق بين الاكس باث والباث اكسبريشن؟ اخذتوا اكس كويري؟ الاكس كويري بس اخذتوش شكله على انها بيج داتا بيج اكس ام ال او ماني اكس ام ال دوكيومنتس صح؟ يعني اخذتوا اكس كويري بس وين اتنفذت؟ اكس ام ال فايل واحد على فايل واحد. وين اخذت فايل واحد لما بنعمل اكس كويري؟ داتا بيز. هي داتا بيز؟ لا تتذكر صح؟ اخذنا داتا بيز اكزيست دي دي اكزيست دي دي اكزيست دي دي بس من جوا كيف هاي الكويري بتشتغل؟ لا يعمل امين لك شيء صغير اذا بتشتغل على داتا بيز معناته الكويري ما بتتخزن في ميموري. الداتا والكويري بيصيرش الاكسكيوشن بالذاكره بصير على الديسك. يعني معنى نفس المشاكل اللي بحكي عنها يا شباب هي نفسها نفسها في ال XML. ال XML it's a tree أو نسميها collection of trees. لما بتجي تخزنها بخزنوها في بأي سيرة بدهم إياها بخزنوها في tables في SQL يعني إنه relational model بتتخزن وبنحط فوقها بنسميها query language. بس هي اللي بتاخذ كويري لانج بتحول في الاخر ايش؟ بس كيو ال. يعني سواء انا نحكي عن اكس ام ال ولا بنحكي عن ار دي اف احنا ما بنحكيش عن الاشتراكات بين لا ار دي اف ولا عن اكس ام ال، احنا بنحكي عن جراف شيب داتا. والتري از سبيشال كيس اوف جراف شيب داتا. فاذا كانت الاكس ام ال مخزنه في ريليشنال موديل نفس المشكله الباث اكسبريشن ولا اللي بسموه اكس بار هاي بس سينتكس مشكله سينتكس بس الفكره في الجونز تكلفه البرفورمانس تبعها نفسه. شو كيف يا محمد؟ يعني الكومبلكسيتي اللي بنشرحها هون قاعدين تنطبق على الكومبلكسيتي اللي بس هناك احنا اخذناها كابلكيشن كيوزر ما اخذنا ككويري اوبتمايزيشن. احنا هون داخلين زي اللي خشوي بيعمل كويري اوبتمايزيشن. هلا كمان مرة in general a query with n edges يعني كديش فيها edge on an SQL table requires n minus 1 joins. طيب بس بالنسبة لمعلومة انه بنفذ على الديسك يعني انا بعرف بدي احكي عن هذا ايش على الديسك قصدك؟ انا انت انه بسوي بروسيسنج على الديسك. هلا انا بدي احكي عن اوركل. على؟ عن اوركل. هلا انا بسوي اي كويري بغض النظر شو كانت، لو بسوي اي كويري انا وما بسويها على الديسك وبيجيب الداتا بطلعها بزتها في الميموري ومنها بصير يعطي ومنها بصير يرجع اوتبوت للاند يوزر. فما بصير اكسس على الديسك الا انه يرفع الداتا بس. مش مزبوط. مش اطلاقا مش مزبوط. وعارف بالضبط شو بيساوي؟ انا بذكر يعني افرض انه عندك التيبلز 500 جيجا ما بطلع الداتا بشتغل بجوال. قديش تتوقع لو بدنا نخزن الداتا تبع الجوال على الهارد ديسك قديش تطلع؟ لا ما بدنا نحط تكست فايل. تيرا لا تكست تيرا تيرا. انا بحكي انه في لحظه تنفيذ الكويري الداتا اللي بتحتاجها بتطلعها على الميموري. شو عارفه اللي بتحتاجها؟ احنا عارفينها احنا فاهمها. طيب افرض انه الداتا اللي طلعتها الداتا كبيره كثير طلعها على الذاكره. هو عارف بالضبط شو بيساوي بيطلع الجزء هذا. الذاكره بتنزعج بدور بنفذ بدور درجة سيدي سواقي مع الديسك. بس هذا المهم مش انها مخزنه على الذاكره مش المشكله انها في الذاكره مش مخزنه كجراف مخزنه كريليشن. مظبوط.
وهان هي نفس المشكلة. يعني لما الإنسان بيجي يعمل سكان يعمل جوب يطلع على البي الأوبجكت بور ويطلع على الاس ويجي يحطهم مع بعض بده يعمل سكان عليهم صح. سواء عملها بالذات يعني كل شيء على سكان بده يجي اول رو ويجي يعمل اف كذا كذا ذن كذا كذا اذا اف كذا كذا من سكان نسميها. هاي السكان بيضطر يساويها سواء اكيد بالذاكره وبوخذها من الديسك بحطها بالذاكره وبقارن بالضبط. هو هيك قصدنا ديسك ايه هيك سوري هيك قصدنا داتا بيس. بتطلع كل التيبل بس تبغى الميموري هذا شيء مستحيل طبعا. لا قصدنا لما نقول داتا بيس قصدنا لما نقول على الهارد ديسك بالداتا بيس قصدنا انه بيعمل سكان زي ما احنا متخيلينها هيك في الذاكره. هلا في شيء ثاني تقدر تحطه في الذاكره. الجراف اللي عملناه فيش داعي نحطه كتيبل اس بي او. فيك تعمل جراف في الذاكره. يعني على فكرة أنا مبسوط أنك أثرت على الموضوع. يعني نرجع نرجيك هذا الجراف. هذا الجراف هلأ عندنا هذا الجراف. إحنا شو مشكلة؟ إحنا وين سقصرنا؟ رحنا حولنا على فكرة ركزوا معي عشان أسحب صورة بعمق. حولنا هذا الجراف لتيبل اس بي او خزناه في كلب ديسك. أنا خزناه قصنا في داتا بيس as a relation يعني عند الريليشن الموديل وقعدنا نعمل فيه كويري وكأنه تيبل صح؟ صح. شفنا الكومبلكسيتي لأنه هان الكومبلكسيتي كتيبل سواء كان مخزن التيبل في الذاكرة ولا مخزن عن هارد ديسك. هاي مش هاي المهم مش ذات قضية لأنه عملية الإف ستيتمنتس والجوين نفسها. هلا في حل ثاني ليش اروح احطه كجراف في كلمة الداتابيس ما احطه كلمة ذاكرة؟ خليه جراف. كيف انا ذاكرة بالذاكرة؟ يعني اعمل كلاس الكلاس طالع منه ريليشنز على كلاس ثاني يعني اوبجكت يعني صح؟ صح؟ هذا طالع منه لهذا يعني لينك ليست. خدت الذاكرة والداتا ستراكشر هي لينك ليست. اعمل هاي وهلا انا تتذكروا كيف عملنا ترافيرس الجراف في كلب في ايام الداتا ستراكشر؟ اعطيني يعني كيف يعني خزنته في كلب الذاكره يعني هاي السيل في الذاكره لها بوينتر على سيل ثانيه ولها بوينتر على سيل ثانيه وثالثه وجراف. واجي اقول اعطيني كل الكتب اللي مؤلفينهم من مؤلفينهم انولدوا في بلاد هاي لبنان. فانا بمسك كل المؤلفين طلعوا من هون في يعني بروح مباشره فيش داعي اروح على كل الجراف. وين المشكله هاي الموضوع؟ لا وين المشكله انها تخزن كل الجراف كذا ميموري؟ طيب اذا كان حجم الجراف عندي مثلا 100 مليون المسألة إنه لما تشتري شيء بيشتري يعني تأخذ أرض منه عطيت المهم يعني خدت الآن مصاري هذه صح. هي تدخلي لا 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 ما فهمت. حتى أحسن كل الداتا بيز لما تعمل مع الداتا بيز أصلا وكأنها داتا بيز وكأنه في الذاكرة وكأنه وبتعمل بيجينج وبتكيم وبتحط الفايل يعني اسمه شيء اسمه شيء اسمه اسمه شيء داتا بيز كاش كلام جميل ولا في شيء زي ولا خلينا في الذاكرة. أوكي. تخيل إنه عندك الذاكرة أري من 3 كورنز يعني قصدي زي كذا من 3 كورنز أري أوف أريز أري أوف أريز يعني تيبل يعني عملت تيبل 3 دايمنشن يعني عملت تيبل 3 دايمنشن 2 دايمنشن أري 2 دايمنشن أري خزنت الـ اس بي او تيبل الكلب. تخيل عندك هذا الداتا ستراكشر حطيته كله بالذاكرة منيح؟ منيح؟ تخيل هلا كمان انك حطيت هذا مش في 3 دايمنشن اري حطيته كايش؟ اوبجكتس جراف كلب الذاكره
عادي زي ما هو هون زي ما هو بالضبط على الشاشة. شو الفرق إذا بين تبحث لي عن معلومة في two dimension array وهي فرق شاسع جدا؟ لا فرق شاسع جدا. عارف هناك شو بتساوي؟ الغرض بدك تعمل جمل. صح؟ هناك تعمل جمل. بدك تعمل وبديش تعمل كويري بدك تعمل أريه بدك تحط الحد أريه بدك تحط الحد أريه بدك عشان يعني قصدي أقول لك مش المشكلة إنها تكسر دي أريه على الجهاز. المشكلة عملت أنت مع الموضوع ك نسميها ريليشن تيبل نسميها ريليشن. يعني هناك يعني لما تعمل أريه دايمنشن وكأنك أنت تعاملت مع المشكلة كريليشن عندك. هون أنت عملت مع هذا الجرح لا تسترجع. لاحظ؟ طيب هلا واضح المشكلة ولا صراحة؟ في أي سؤال؟ في أي في حدا عنده اقتراح على فكرة؟ هذا بيتحدى أولميا تحدى نادر. نادر عندك هذا التيبل اللي ورجيناكم اياه الاس بي او وبدك تسرع لي الكويري. كيف بتساوي؟ بدي اسرع الكويري؟ بتعمل بالعاده اندكسنج. على كيف يعني اندكسنج؟ بعمل اندكس على الشيء اللي انا مثلا بتحطه بالوير كلوز بروح بشوف شو بعمل عليه اندكس لانه هو الشيء بكل بين نعمل اندكسنج على الكولرز اللي بتتزمنها بالضبط. نعمل الكولرز هم هم نعمل عليهم مثلا هيك قصدك؟ نعم نعمل على الثلاث على بي وعلى طيب اوكي. طيب حمزة شو رأيك هذا الكلام مزبوط ولا عندك اقتراح ثاني عشان تعمل اوبتمايزيشن للموضوع؟ انا بشوف الاندكس اندكس كيف؟ الاندكس على على اس وعلى بي وعلى او شخصيا ممكن اعمل لوك اب تيبل اخذ الاي ديز من اللوك اب تيبل واحط اندكس تيبل للاس بي او يعني بدوش يشوف يو ار ايز ببدل اليو ار ايز لايش؟ باركر منيح؟ بدل باركر تعمل لوك اب اللي بنسميه ديكشنري تعمل ديكشنري فاهمين علينا؟ ناخذ من الدقن هات نرجع هون ناخذ من كلب هاي التيبل ها ناخذ هاي بدل ما نتعامل مع سترينجز وتكون طويله والى اخره بنحط طرح ارقام والارقام هاي بنخزنها وين؟ على جنب وبنعمل الكويري ولما نخلص بنشوف شو النتيجه وبعدين بنروح بنجيب بنبدل الارقام هاي بالقيمه تبعتها. طيب على كل حال تتعرضوش انت ونادر تتعرضوش. طيب هو في كمان يعني انو عنده اقتراح ثاني؟ خلينا نسمع من الصبايا كمان. انو عنده اقتراح؟ نغم يمكن البروباريتز يعني تبعونها ممكن نعملها زي التصميم. كيف؟ طيب ديش خليك تحكي. ديام. ليش ما اصلا نجزئ التابل الموجود يعني لاكثر من تابل او نسوي له بارتيشنين؟ اها. كان لي محاضرة قبل. أول حل بدنا ناخذه الحل اللي عملته أوراكل. اللي وين بأوراكل؟ أوراكل وصلنا هون. أوراكل قبل ما أبلش أشرح شو الحالة أوراكل عملت على فكرة أوراكل عندها سوليوشن للـ XML وعندها للـ RDF. مش أوراكل الداتا بيس اللي بنعرفها. في إشي بنضاف على التيبلز عشان تقدر تتعامل مع هي اوراكل. شو اجت كانت اوراكل اجت كانت شايفين هذا التيبل دي 1 دي 2 دي سوري دي 1 دي 1 دي 1 دي 2 دي 2 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 هون دي 1 شو فيه تايب تايتل اوثر كوبي رايت وهي تايب تايتل ارتست كوبي رايت لا راح كانت تحول هذا التيبل لتيبل ثالث. شو واضح انه كل الدي لهم ايش مثلا طيب فصار في عندي
these on او يعني السبجكتس سبجكت وين حطوا هاي اسم البروبابيلتي حطوها وين حطوها اسم الفيلد اسم الكولو فصار دي واحد إلو تايب بوك بوك تايب ودي اثنين التايب تبعه سي دي ودي ثلاث التايب تبعه بوك ودي أربعة التايب تبعه دي 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 حولنا من ريليشن على فكرة حولنا من جرا لا ريليشن اوكي هلا طيب بعدين هاي التايب بعدين كانوا تايب في هذول لهم تايب كمان هات نجيب التايب اللي نحطه هون هذا نجيب الكبارات نحطه هون شو مشكلة شو المشكلة في هذا الموضوع؟ هذا هو الحل تبع الأوراكل. شو السبيس يعني شو السبيس؟ كيف؟ مصادر عند الأوبريكيشن. ها؟ وعندك دلالة خارقة كتير. كيف يعني؟ خف جوينت. هاي فوائدها أوكي أوكي. دكتور. كمان كمان ما جاوب على السؤال. شو الفائدة هلا هو؟ إنه لما أعمل كويري بقول له اعطيني. كل التونجوين كل الدي اللي التايب تبعها ايكوال بوك تايب اور التايتل تبعها ايكوال كذا اور يعني بصير الكويري هون وكانك في رو واحد في ريليشنال تيبل عادي في رو واحد في كل في كل رو واحد في كل البروبرتي اللي بدك اياها بس في مش بس تقدرش تحسب تضطرش تتطلب بعدها يعني لما نجي نعمل كويري نخفف السيلف جوينز شيء مشكلة. إنه بركي مثلاً دي وان مشكلة البروبرتي التايب يعني فاضي ما. أها يعني شو بقولنا أحمد؟ تخيل لو الداتا عندنا